إحياء لذكرى عيد الاستقلال المصادف لخمسة جوليا من كل سنة، وبمربع الشهداء من أمام مقر الولاية، أشرف ولي البويرة بمعية السلطات الأمنية، نواب البرلمان، الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني. أشرف على مراسيم إحياء هذه الذكرى، أين تم وضع إكليل من الورود بعد الاستماع إلى النشيد الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار. نحن اليوم في هذا المربع الشهداء في هذه المناسبة العظيمة 5 جويلية ذكرى 62، الحمد لله على نعمة الاستقلال، الحمد لله على نعمة أننا أبناء الجزائر وأننا أحفاد الرجال والشهداء والأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في بكل نفس ونفيس، ضحوا بأنفسهم الغالية وسقوا هذا الأرض بدمائهم الزكية، فنصرهم الله نصرا عزيزا. نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب الجزائري وجميع أحرار العالم بهذا اليوم، يوم استرداد الاستقلال وتحقيق الكرامة، وهذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وجب علينا أن نحيي هذه الذكرى وأن نتذكر شهداءنا. هذا يوم الوفاء ويوم العطاء ويوم مواصلة، لئن فاتنا أيها الشباب، لئن فاتنا يوم التحرير فلا يفوتنا يوم التعمير. تحيي الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. اليوم بمناسبة عيد الاستقلال والشباب جينا احتفلنا بهذا اليوم في ساحة الشهداء. ما تعنيك الذكرى هذه؟ تعني لنا كثير، حيث أنها نعبر في هذا اليوم عن افتخارنا بالوطن الجزائر، إضافة إلى وفائنا للشهداء الأبرار ووفائنا أيضا للمجاهدين. برنامج الاحتفالات 5 جويلية كان برنامج ثري وكان متعدد الأهداف. هو لأول مرة نكتشف هذه الأحياء، حسنا في بعض الأحياء الجلب المرتبط بتوزيع المياه صالح الشوف، وهي حقيقة ثابتة. لاحظتم أنا وضع حيز في الخدمة على مستوى مخطط الشغل الأراضي، وين استفدت منه عدة أحياء مجاورة. كذلك الحي اللي رحنا له أو ما يعرف بين قوسين القرية الجنوبية، وين وضعنا في الخدمة مركز صحي متكامل، لأول مرة تكون هناك تخصصات وفحوصات طبية متخصصة تنجز على مستوى مركز صحي جواري في حي نقدر نقول كذلك لم ينل حظه من التنمية. نحن اليوم موجودين بقلب المدينة، وين وضعنا في الخدمة مصلحة عمومية للبلدية تخوض في مجال تسليم الوثائق الإدارية التي كانت تشكل صداع رأس للمواطن. من خلال هذا الإنجاز سوف يجد المواطن ضالته داخل هذا الهيكل الإداري الذي يشرف عليه إطارات شابة متشبعة بثقافة خدمة الغير وخدمة المواطن وتحسين الخدمة العمومية، وكذلك أدرجنا آليات الرقمنة في معالجة هذه الخدمة العمومية. ما أقوله في ختام هذه يعني هذه الجولة الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال، هذه الإنجازات كلها تنم عن إرادة سياسية قوية، كذلك هذه الإنجازات تنم أنه الإدارة الجزائرية يعني وعن طريق إطارتها يعني طلقوا فكرة اللامبالاة والبيروقراطية واندمجوا في توجيهات السلطات العمومية من خلال وضع المواطن حقيقة في قلب التنمية. أحيت بلدية فركان الذكرى 62 لعيد الاستقلال في احتفالية أشرف عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية فركان وأعضائه، وكذلك الأسرة الثورية ونشطاء المجتمع المدني وأعيان من المنطقة، حيث تم الوقوف دقيقة صمت والدعاء لشهداء الجزائر في ساحة الشهداء. وشهد الاحتفال دورات رياضية بأسماء الشهداء ومسابقات قرآنية،
وكذلك تذكير الأجيال الناشئة بمدى معاناة الأبطال من أجل الحصول على الحرية وغرس روح المواطنة وحب الوطن في قلوبهم، وكذلك تكريم عائلات الشهداء عرفانا للتضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل الحرية والاستقلال، فكل قطرة دم سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا، وكل روح شهيد كسرت قيود الطواغيت، وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء. بمناسبة الذكرى 62 الاستقلال الجزائر، قامت بلدية فركان على غرار بلدية الوطن بإحياء هذه الذكرى عبر العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية. الحمد لله اليوم قمنا بتكريم الفائزين في هذه الدورة، ونحن الهدف بتاعنا أن ترسيخ الثورة الجزائرية وترسيخ الشيء اللي قاموا به المجاهدين والشهداء بتاعنا باش وصلنا نحن لليوم هذا. كرمنا مجاهدينا، كرمنا شهداءنا، كرمنا أبناءنا الذين نشطوا وأحيوا هذه الذكرى، واليوم اجتمعوا أو اجتمعنا بأنقاع متعددة النشاطات، نشاهد عسوس طيب الأخضر، وكان جو يعني فرحا مريحا. واحد كل واحد حوشة أو هنا جاء عنده والتعب هو هنا، شوف اسم التعب كل شيء التعب. نحن متواجدون في مقبرة الشهداء بمدينة أفلو، وهذه المقبرة ضمت بين جنباتها أبناء الجزائر من كل ولايات الوطن ضحوا من أجل تحرير الوطن ومن أجل الحرية والاستقلال. كيف تم اكتشاف الشهيد؟ بعدما اتصل بي أحد الأقرباء قال لي أن فيه واحد من أم البواقرة يبحث على عمه شهيد هنا اسمه طرباق المبروك. أنا خبرته قلت المعركة موجودة ونعطيك اسم المعركة اللي وقعت. بعثت الأخ رشيد بن جلول دلهم على القبر، ومن هنا علمت الأسرة في أم البواقي أن قبر طرباق المبروك مدفون في مقبرة أفلو بين إخوانه الشهداء، وهذا زاد من فرحتي ومن افتخار الأسرة بالعثور على قبر شهيدهم بعد 65 سنة من البحث. اكتشاف ذريع هذا الشهيد البطل بعد 65 سنة من البحث، حيث تمنت الأم والأب رحمهما الله أن يروا هذا القبر، لكن شاءت الأقدار أخوه الحاج الذي اتصل بي وهو اليوم معنا في هذه الروضة يقف على ضريح أخي الشهيد طرباق المبروك. وقد كانت فرحة كبيرة حيث أن الشهيد كأنه أو استشهد في تلك اللحظة، فرحمة الله على شهدائنا. احتفالاً بالذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب، أشرفت السلطات المحلية بولاية جالما على تدشين المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالمدينة الجديدة، كما وضعت حجر الأساس لمشروع 70 مسكناً ترقوي مدعم. فيما واصلت في إقطاء إشارة الانطلاق لإعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لبلدية كلمة. اليوم مشروع هام وهام جدا، هذا المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج القطاعي المبور للمحلية لسنة 2020. إذا استفدت ولاية جالما في إطار كما قلت في إطار البرنامج القطاعي المبور للمحلية لسنة 2020 من 7 عمليات بمبلغ مالي تقدر ب 73.5 مليار سنتين. ومن جانب آخر، افتتحت الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي.
لضمان خدمة أفضل، أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز تلمسان عدة مشاريع نوعية من أجل الصيانة والمراقبة لتلبية حاجات زبائنها. قامت شركة صنع غاز من خلال مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتلمسان بتسجيل عدة مشاريع جديدة لدعم شبكة الكهرباء بولاية تلمسان. لقد أنجزت الشركة 43 محول كهربائي HTABT و85 كيلومتر من شبكة الكهرباء HTABT لهذا العام على مستوى الولاية. كما تم وضع حيز الخدمة لمحول كهربائي سكيد ببوجمي بلدية منصورة يتضمن 4 منطلقات من أجل تدعيم الشبكة الممولة لولاية تلمسان، بالإضافة إلى 12 خط كهربائي لباقي مناطق الولاية. أما فيما يخص عمليات الصيانة، قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز تلمسان بعدة عمليات صيانة لتحسين جودة الخدمة، حيث تم تقوية الوصولات الكهربائية صيانة أكثر من 2424 كيلومتر. في إطار تأمين ولاية تلمسان بالطاقة الكهربائية وخاصة تأمين صيف 2024، شرعت شركة صنع الغاز في تجسيد مشاريع طاقوية منها مركز تحويل الكهرباء 400-220 كيلو فولت عين فاتح بمحول كهربائي بقوة 300 ميجا فولت أمبير، وبتكلفة تقدر ب 7,957 مليون دينار جزائري. تعتمد المديرية على إطارات تحوز على خبرات وكفاءة عالية تسهر على تقديم أفضل خدمة خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع وتيرة استهلاك الكهرباء. انطلاقا من شارع بنب العيد وصولا الى شارع الحرية، هذا المسار يكفي ان يرسل رسالة الى جيل اليوم. علي محمد الأمين مدير الشباب والرياضة لمدينة المنيدة. كما شاهدتم كانت حفلة كبيرة على مستوى مدينة المنيدة، كان استعراض فيه كل النشاطات الثقافية، النشاطات الرياضية، وكان
السيد ولي ولايه الوليده مع اللجنه الامنيه، وحقيقه كان اقبال كبير وكان تنظيم مؤثر وفرحه كبيره بمناسبه احتفال 5 جويلية عيد الاستقلال وعيد الشباب. ولهذا انا فرحانين هنايا، فرحانين بزاف بزاف لنجاح هذه العمليه، وان شاء الله يكون عمليه في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر، تمكنت شرطة وهران ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبصر من الإطاحة بأفراد شبكة بلغ عددهم 4 من بينهم مسبوقين قضائيا. عملية التوقيف جاءت بفضل التنسيق المحكم من قبل عناصر الفرقة وبعد تتبع وترصد لنشاط الشبكة، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. أسفرت العملية عن حجز ما يلي: قاربين 2 مع محرك بقوة 40 حصاد، وثلاثة أجهزة جي بي اس، 6 قارورات أكسجين خاصة بالغوص، وستة سطورات نجدة، وأربع بدلات خاصة بالغطس، 3 سطرات وسراويل غطس، ومولد كهربائي، ومركبتين، وعدة معدات تستعمل في عملية الإبحار السري.